إلينا من القاهرة محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية، إذا توقعات بالبيانات للتوظيف جاءت أقل من التوقعات، وأيضا من المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية يوم الجمعة المقبل، كيف أثر ذلك على أداء الدولار ومؤشر الدولار؟ صباح الخير واهلا وشكرا على الاستضافه. بالفعل الدولار الامريكي للجلسه الرابعه على التوالي يفقد اعلى مستوياته التي سجلها في حوالي 19 شهر تقريبا. جاء ذلك بعد بيانات التوظيف في القطاع الخاص التي سجلت فقد 301 الف وظيفه خلال شهر يناير، وكان ذلك اول انخفاض للوظائف في منذ عام او منذ تحديدا منذ شهر ديسمبر عام 2020. كانت أغلب الأسباب أو السبب الرئيسي لذلك هي انتشار متحور أوميكرون وتأثيره على العاملين والذين يصلون إلى الوظائف، وظهر ذلك واضحا في مسح تم إجراؤه من مكتب الإحصاء الذي أظهر أن 8.8 مليون شخص فقدوا وظائفهم أو لم يذهبوا إلى عمل وظائفهم يعني بسبب انتشار متحور أوميكرون أو مخاوفهم من متحور أوميكرون. ربما يكون هذا عامل مؤقت وتعود الوظائف مرة أخرى للنمو خلال الفترات القادمة، خاصة أن الوظائف من القطاع الخاص تمكنت من استعادة حوالي 6 مليون وظيفة منذ الجائحة، وتبقى فقط حوالي 4 مليون وظيفة حتى تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة. ربما خلال بيانات يوم الجمعة القادمة وهي بيانات القطاع غير الزراعي الحكومي، ربما إما نشهد نمو متواضع أو ربما نشهد بعض الانخفاض. نعم. أيضا بسبب انتشار متحور أوميكرون وتأثيره على الاقتصاد بشكل واضح، ولكن بشكل عام الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل بالتحديد يسير بخطى ثابتة، حيث تمكن من إضافة حوالي أو أكثر من 19 مليون وظيفة في عام 2021 وهو رقم قياسي، وتمكن من استعادة حوالي 19 مليون وظيفة من أصل 22 مليون وظيفة تم فقدها منذ بداية الجائحة. نعم. لذلك شهدنا بعض عمليات جني الأرباح على الدولار الأمريكي ليتراجع دون مستويات 96 نقطة تقريبا، وربما إذا شهدنا استمرار التباطؤ في عمليات أو بناء أو خلق الوظائف في سوق العمل الأمريكي، ربما نشهد ربما عودة لي أو تعميق لعمليات جني الأرباح للدولار الأمريكي، ربما نصل دون مستويات 95 نقطة. نعم. محمد، فيما يتعلق أيضا باليورو، يعني من المتوقع اليوم أن يكون هناك اجتماع للمركز الأوروبي، وهناك توقعات تقول بأن هنالك تثبيت لسعر الفائدة في أوروبا بسبب يعني ارتفاع المعدلات الواضحة للتضخم، كيف يتفاعل اليورو مع هذه الأنباء؟ اليورو مؤخرا استفاد من عمليات جني الأرباح على الدولار الأمريكي، ومن ناحية أخرى ارتفاع عوائد السندات الألمانية للنطاق الإيجابي لأول مرة منذ 33 شهر تقريبا ساعدت كثيرا اليورو إلى على استعادة بعض عافيته أمام الدولار الأمريكي. نعم. بالفعل البنك المركزي الأوروبي اليوم متوقع أن يثبت أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن لا يحدث أي تغيير، ولكن ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا التي وصلت لحوالي 5.1% خلال شهر يناير ربما تعيد تفكير بنك المركزي الأوروبي ورئيسته كريستين لاجارد في عملية توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة، والتخلي عن أن التضخم هو بسبب عوامل مؤقتة وربما يفاجئ الأسواق في خلال العام الحالي، على الرغم من تأكيد كريستين لاجارد في أكثر من مرة أن البنك المركزي الأوروبي غير متعجل في عملية تجديد السياسة النقدية. وبالفعل هو البنك المركزي الأوروبي نعم. سيقوم بإنهاء برنامج الطوارئ في مارس، ومن ثم سيقوم بمضاعفة مشترياته من برنامج الأصول الأساسي في الربع الثاني والثالث. نعم محمد. قبل أن تعود مشترياته من الأصول إلى 20 مليار يورو خلال الربع الأخير من عام 2022. نعم. نعم، محلل الأسواق المالية في إيكويتي جروب الأستاذ محمد هشام كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.